الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن إلهي سبحانه وتعالى محضر إسكوك إن كاني مركز كي إمام الشاطبي شيخ حسين نورقلين لي حفظه الله. إن إنقو جدد إن إي هدف كين أو يهي إن وحويا مركع بارا إن وجدنا تلك بديه سي يدي بدي سبا أين لجوغان مركع شيخ البلدي صلاديتي جامعة إيلا هي وحويا مركع حلبان أحمد. مرك إن شاء الله تعالى هدف كأنه وحي يهي ووحوي أن مرك هوشن سواق بن قابيي لبضة أرور وأه جمعية نور الإسلام إياه وحوي أن مرك أروينها توفيق وحوي أن مرك سمفلكا مرك إن شاء الله تعالى وحوي أن مرك إن شاء الله تعالى إن كسر دوين دونا وحوي أن مرك شيخ البلد كشيء عبد الله شيخ عبد الله تعالى وحوي أن مركز كان أو تتبصنا طبعا قبيعها إنه وذوقنا هو كي على مجال هذا بورما إن مدة أبا وحق عنده كهيي وحويان مركا لبدا اورور دسمهوغان كل كوره وا تاغنا تدبدا سنه القبي ايوها حدا نيمكا وحويان مركا قيبه كميدا ايي لبدا اورور وحويان مركاس ان هوشي سي قبتان يمكن ان شاء الله تعالى ومركي صدحات حدا انو باخ جيدينينو انو جيدينينو مركا ددك محسنين تا اي وحويان مركا ميل ولبا جوغا سي اوغا قيب قاتان وحويان مركا كليهدن او لا ربا ان شاء الله تعالى ان لو برتو كتاب الله سبحانه وتعالى يا قراءاتك ان وحويان مركا ان شاء الله وحويان حبي الله يراه وحوشاس يا مسحنا وحنا كسو دوين دون ان شاء الله تعالى السلطان وحويان مركا ابراهيم الهي بمحضه ما انت هلكن كان كاني مركز كان لا وضع هوشيسا اي سو قبل قابيين لبدني ارور ارور سما فالك التوفيق يا ارور كان نور الاسلام ما دام مركز كان يحي كي قرآنك إن أمضى محسنين تاع أي مال والبا أي جوغان إن أي كنت تلقلان أو يسو قدبيان كقيف قاتان بسمه سيد ميستر كيسا يعني غو باقينا رير أوضل قرب جوغيسا إيو ذاتك كلام محسنين تيبا إن أي قيب لباحك سو قاتان أو أي صور لسان أو أي آخرة ولبحان يعني غو باقينا أونلين هيك سو قيب غلا و فرصت قالية إلهي إنك وحسيوبة وحقصها درسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كسر دوين دونا إن شاء الله تعالى سلطان عبد الرحمن الأول يسوقنا كسر دوادا إن شاء الله كلمة ديست. مركز كان مركز القرآن الكريم بشاطبي ورنتي شيخ حسين نور قرن له مسؤول كي هي ودب أنا سلوصة شقيقة بياها لبدور هران بسم الله قصو قيستي مركز قدم بيسير دمايز تركينا مانتي وتشوغو وحنقول باقي ناطتك حسنين تاع إلى وحسيه وحير وحون عدو وحسيبة وحنقول يرينا إن كسوة قيب كلام قيب تاع جدا بيسي يضح حرفية وحاسعد معذن وحاري تلبيستي يمر مركي يضع قريه يهين وحندتك قول يرينا هنتي حسنين تاع قف والبين تقارك قف والبكران كيس قف والبكر الشديس يعني قول يرينا إن كسوة قيب كلام وحوي مر مركي جدود وارد ما يهاي كلام مقصن قاضنا يا كصبح قاضنا يا كوضع قاضنا يا ee waxa weeye waxaan ugu yeerinaa dadkaasi muslimiinta ee waxa weeyaan inoo bari barakeysanana ku jirna inay insha Allah ay ka soo qayb galaan mar marka isaga ay ka soo qayb galaan waxa kale ugu yeerinaa daaqadaha oo sa u dhan yihiin ba dhamaan ba aad arkayseen jajur ku oodan yahay waxa weeye runtii isagana waxa weeyaan haday laba kala qaadanay haddu mid qaadanay haday saddex qaadanayaan dhamaan waxa weeye een waxa weeye sadaqadka iyo waxa weeye in ma lahayn culimada ka hadli doonta wax yareys ma lahayn waxaan dadka ugu yeerinaa in daaqadaha iyo mar marka ayaguna ay qayb la xadla ka qaataan hadii Alla yiraahdo wixii kale waa dhan yahay haday suuriya tahay haduu dhismayo wixii kale waa dhan yahay hadii biyo dusha laga shubayo wixii kale waa dhan yahay sawirka ugu soo gaar saan hadda ku aan leeyga warbixiyay waxaan ugu yeerinaa dadka muxsiniinta madal gudiisa ha joogaan ama dibadiisa ha joogaan dadkii khayrka jeclaayo halka khayr badan baa yaala waa dhameystirkii weey waxa weeyaa ki mar mar qaadanaya ki qaadanaya daaqada qaadanaya waxaan ugu yeerinaa taas aan ugu yeerinaa maanta ee waxa weeyaan إن شاء الله وحنا رجينا إنه سيدقوا نقصها بدل له وقولنا مع هذا هو حوين تدقنا أي حكو برتمان رجينا هذه يادبا لبدا أورنا وحوين وحلينا كعاجسنا لما يستركي سيها وفتيسا هل كان ما أنتم قولنا توفيق يو ممكن أي ساعي وركان نور لبدا أنا وحلينا هاي هوش جساء الله خير الله نجي جساء سيو إنك يعد وحصوب حسي يعد هاي مقرنا يساعي مقرنا يساعي وحقيقة بتانا إلهي نجي جساء سيو الله ينحي بسم الله الرحمن الرحيم
هذا واحد نكسر دواني دونا إن شاء الله إيش هو جواه برنامج كسيس إنه هو صادا شيخ البلد كشيخ عبد الله الشيخ علي جوهر نسأله كلمة دي سيف الله يتفضل مشكور رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا جوا عبد الله بن شيخ علي جوهر خادم العلم والدين وعذر دارنا يا مجع شيخ البلد أباها يباها أنا وحنا هاي خال أديجه علم جاي الدين ثم بنا ديجه وهاي أدبوا مهتين هنا بدن جمعي ضاد وخيرية واستقامي إن المعد كان شاطبي بسكيسة هر الله لسي أيضا ما يصير ترى أنت كلام قبيعة إلى أبنا يقول أبوه هذا قلنا إلى أبنا سبحانه وتعالى في الجزاء يصير ضون خير كأوينه ولا قاقين أو أجهي ولبا تذكر كشف هي جمعي ضاد بصري إيو إيو مصايخ ذيك اللي جمعي الجوتيو إخلاص كأي وضان يضع عن مدى مجالد أي كوضان أي جعلهم بنا أول بإني مجالد هرأوا كعضو سيادة بصرا وحن أقوم هالعلية أنا سيدة شوونت الدين أي قلب جيد وقوم بسلي هاي أما ضدك أي رجع عش هاي إنا يقوم بكي مصوى جيل كصوص عضاي أي كبر باران الدين مركز شاطبي أو مدح كيا أما إمام كيا شيخ حسين مركز تقوى شيخ حسين بارك الله فيه إنه مدني هاي ماشي ملك وين أو مدني هاي أنا من دوتو مستقبل إن شاء الله من دوتو لكن حتى ماشي قعنت اللي هو هاي رائع البرابي إن المحاية ذي لما يصير الروب بشرة رأي أو الله هاي فيق بيبقى طعم يضطك كلابا محسنين تيه هدي جودت هاي يا هدي دبت هاي وحي أبو خير بدنا ويا وحلا أبو برا نياي مستعد بنا نور ما هنا كذا يبقى ذنو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا رحت يورت ده أول ما دي بني دي صلاة دين تيه ده الكرم كي بعيش كهذلو هذا البان نحن نقوم بنا لكن وحنا لنا رحتي ما أنت واحد نجوعنا جوري كبد جوري وهو خالصنا أما مالي لسكوي مني مالي وقومي بسنا وعند ده شمع horay nooshid najiray naga dambe inuu dib inoo soo laabto ahaan jiray iska wax u qabso waay wax weyn dadkeen u baaqay noo dadkeenii waa dadkii wax weeyaan gudaha joogay iyo dadkii dibadda joogay labadaba weyn ugu baaqayna ama aan ku dibadda joogo kala tala hadmeen waa weeyaan ku gudaha joogina nin walba wax buu qaadan kara nin daaqad qaata nin sidoo suldaanka u sheegay ninba wax buu ku hagaay kara halkan hawl badan baa ka banaan gurigeena hor joogno aynu dad hor joogno kii ka sareeyba asaga laftiisa soo li banaan oo qabiya aan wali la taabanin oo inaan seeskiisaga aynaan uba dhaqaaqin laakiin baroorta kii hoos ayaa inaga qabiya isagana ka aynu dhammaystiran aan odhan lahaa insha allahu tacaala kulleydee ka dilada hoos ahaan annaga tamarteedu waa iska kooban tahay haddana wixii aanu ka geysan karno aanu si shaqsiya ama ugu tabaruci karno ama aanu cidda kale noogu baaqi karno waanu ugu baaqi karno waanu ugu baaqaynaa laba urur halkan waxaa markaa runtii magac aad ka muuqato tawfiiq iyo jimciyat nuur islaamiyo iyaduna laba magac runtii aad iyo aad iyada tawfiiq waa wax tawfiiq tahay tashay garaad ugu yimid oo iyadu basla jirta ka dhex muuqato runtii aan maxay ahayday hawlo badan oo samafala oo sidan oo kala ay runtii hore uga soo geysatay degmada iyo gobolkaba aad iyo aad baan leahay halkaa ka sii wada dadaalkiina waanan insha allahu tacaala idigu ducayna ilaahay dhammaanteen bay noo wada sakhiro islaamka diinteena macaan aan ku baranno in badan uu soo socday imbiraansa dhismahani 7 sano ayuu socday imi maantana waxaynu u taagannahay in dhammaystirkiisii waxaynu ka hadlaynaana waxa weeyaan seenu bulshadeena iyo dadkeena wax ugu qabanno waxa weeyaan wax kasta oo imbiraansa la qab bilaabana wuxuu leeyahay bilow buu leeyahay dhammaadna uu leeyahay waxaan bulshada dibadda gudaha iyo dibadda aan ugu baahan ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan gacantaasi ma aha wax yar wax hobar ma aha dhismahani marka qabyada uu yahay waxa weeyaan wax bay u baahan yahay waxa u baahan yahay imbiraansa wax weeyaan bulshadeenu inay imbiraansa ay ixtiraamto oo ay ninka saaba wuxuu ku hayaa kara ee uu qaadan karo ee uu qaato labada jamciyadood ee imbiraansa maanta hawshan wax weyn ka soo qabtay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin meel fiican bay soo gaarsiiyeen waxa weeyaan jamciyadul khayr iyo jamciyadun nur aad iyo aad baan imbiraansa ugu mahadnaqayaa bulshadeenu waxa u qabteen waa wax dadkooda u shaqeeyeen ween muddoodii u shaqeeyeen muddo imbiraansa bulshadeena kalena waxaan ugu baaqaynaa inay gacan weyn ka geystaan gudaha iyo dibadda waxaan ku soo gabagabeynayaa kulli waxa iga horreeyay culimadii waxa iga horreeyay salaadiintii aad iyo aad baan hadalkooga imbiraansa ugu mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi رحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انا اني حدا يوان اني ودا وين هاي يو ما ما امام كو واخ ويها هلا عادي ابا هل ارين لا نو ييري يا ارغان يال كان ني ادو نو ما نقينا قلدا انت حسدو وحنا كقارتي ما كان او قايلسي عادي يا شيخ حسين دارتي دويد القران كان نكي اوغو واه اوغو قاتاي او كيمنتي سعوديا دكني وبح بقول كن اوقف بوها بقول كا بو كنا قف هذا نكي هل دولار بخيو انت ان لهو كبدن با لا دسيا
dadk dibad oo waliba aan wax la si hadlaya dumarka oo iyo u dhig fududay ragii malaha ku iglan iyo jooga way iska qayla maamuleer waxa dhin lahayn qaad ay ku cunaan waxaan u baaqaynaa dadka dibada jooga oo dumarku u horeeyo inay wax inay ka soo geystaan maxay ahayd een aqalka quraanka ilaahay loo dhisaayo jumcada sameeyne taas aniguna diyaar baan nahay nimbatmartiisu intee noqono hadaan nahay gobolka awdal assalaamu alaykum